قبل ما نستقبل ضيوفنا النهاردة ونتكلم معاهم ونناقش معاهم موضوع تأخر سن الجواز، إيه رأيكم ننزل الشارع ونشوف أراء البنات والشباب في تأخر سن الزواج؟ عشان هو بني ادم كويس ومحترم بيرعى ربنا فيا، وان هو مستوى الثقافي نفس مستوى الثقافي. لازم تبقى محترمه ومؤدبه، يبقى يعني ملهاش سمعه بمعنى صح. يكون كويس وعارف دينه وحافظ عليا. لازم تكون متزنه، احنا الاثنين طموحاتنا تقريبا كانت واحده، افكارنا تقريبا كانت متفقه، والحمد لله دوت ظهر بعد الجواز اكتر. الاحترام، تكون بنت ناس بتراعي ظروف البني ادم وكده وبس. يكون شخصية ناجحة في حياته وبيتقي ربنا ويقدر يحقق لي ويوصل للمواصفات للحاجات اللي أنا نفسي فيها. يكون شهم وراجل وبيتقي الله فيا، وطبعا الحب أول حاجة. عنده أمل متطلعات لقدام وإنه يقدر يعيشني في مستوى كويس ويتقي ربنا فيا. في شروط تعجيزية من أهل البنت، في حالة اجتماعية بتاعت الشباب. طبعا كلنا عارفين ان في مصر الشباب حالتهم الاجتماعية معظمهم مش مؤهلاهم انهم ايه يكونوا اسرة. البطالة، الاهل بقى وتطلباتهم، فنس ببطالة، وان هم بيبقوا برضه مش قادرين على متطلبات الاهالي، فبالتالي ان هم مش بيقدروا على الجواز. هو البطالة، احنا قاعدين كلنا عليهم مستنيين شغل وكده بس. وبرضه كمان يعني عشان شقة، الواحد يجيب شقة ويجيب حاجات زي كده، محتاجين ان احنا ننزل نشتغل وشغل وكده. قلة العمل ماشي، وظروف البلد الصعبه دي، وارتفاع الشقق والاسعار، ومفيش شقق اصلا يعني الشباب، والبنات طبعا ما هي متوقفه على الشباب، لو لقت شاب ما هو جاهز ما هي هتتجوز. تبقى شايفه ان هي عايشه في مستوى معين في بيت باباها، فان هي لما تيجي تحاول ان هي تتنازل، تجي تتجوز وتشوف نفسها ان هي تتنازل عن حاجات معينه، فبتحس ان هو صعب، بيبقى لها متطلبات خاصه هي واهلها برضو. زياده مطالب الاهالي من الرجاله هنا في مصر، وخاصه ان الرجاله في نسبه كبيره قوي ما بتشتغلش وكده، فما بيقدروش يوصلوا للمطالب دي المطلوبه منهم. فيه بعض الاسر بتبقى طبعا طالبه مؤخر عالي، عفش غالي، شقه في مكان عالي شوية، تشدد الأب والأم في حاجات ممكن يكون بعد كده ملهاش لازمة وتترمي، أو بعد كده يستغنوا عنها، بس هم متشددين علشان تقاليد وأعراف، ودي عادات العيلة ودي مش عارف إيه، بس هي ملهاش أي لازمة في الآخر، والمهم في الآخر بتتفشكل أو بتبوظ الجوازة علشان فلوس في الآخر. ده حقه وحقه إنه يطمن على بنته، وده حصل نتيجة إن في مواقف حصلت مع ناس ويعرفهم فعلا في شباب كانوا مش قد المسؤولية كتير، وده ممكن يكون السبب اللي ادى ان الاب لازم يطمن على بنته قوي، يوصل لدرجه انه يتشدد في طلباته، فده بيعجب نتيجه عكسيه. زي ما بنقول الجينيتك ليها 10%، ممكن نقول الطاقه السلبيه لها 10% 20%، بس الاساس الشخصيه، اساس تكوني للشخصيه انا وهو عاملين ازاي، واحنا الاثنين بنقدر نتفاعل مع بعض ولا لا. زي ما بيقولوا كده الكيمياء، احنا الاثنين كيميتنا مع بعض مظبوطه ولا لا، بنعرف ندير حياتنا مع بعض بطريقه صحيحه وعقلانيه ومظبوطه ولا لا، في منطق ما بيننا ولا لا، في حل المشكلات ما بيننا بطريقه صحيحه وبطريقه علميه ولا لا، ولا كل حاجه عليه صوت وحس عالي وتدخل الاهل بدون داعي، ولا ايه بالظبط.